قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة طالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم تاني وكما وعدتكم بفيديو جامد جدا جدا آخر حاجة عن إزاي تبقى محترف ترجمة بإذن الله تعالى. والنهاردة بوفي بوعدي في الفيديو ده، وياريت حضرتكم تركزوا معايا. فيا كل طالب عايز يبقى ممتاز في الترجمة ويبقى محترف ترجمة سواء من إنجليزي العربي أو من عربي الإنجليزي، ياريت حضرتك تتابعني كويس في الفيديو ده. ولكن قبل كل حاجة ما تنساش تدعم قناتك بقى بلايك بتعليق وتفعل زر الجرس وتشير في الخير كمان عشان غيرك يستفيد بإذن الله تعالى وعم النفع. وقبل ده كله يلا بينا نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدكم النبي، قولوا صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأول قاعدة عشان نترجم صح. خد بالك الفيديو ده مش عشان سؤال الترجمة بس، الفيديو ده يخليك ممتاز في كل أسئلة الامتحان، لأن حضرتك لما تحل تشوز محتاج تترجم الجملة وتفهمها كويس عشان تحل. فلو ترجمت كويس هتحل كويس. سؤال الباسج القطعة، لو بتعرف تترجم صح هتعرف تترجم الجمل بتاعة الباسج فتقدر تفهم فتحل الباسج صح. سؤال الترجمة في جيبك صح ولا أنا غلطان؟ والأهم والأهم سؤال الإيسي اللي هو سؤال المقال يا حبايبي، لأن المقال حضرتك لو جمعت أفكار عن الموضوع اللي مطلوب منك تكتب فيه وعملتها حتى باللغة العربية وانت كويس جدا ومحترف ترجمة، هتحولها للغة انجليزية وتربط بين الجمل ومع مقدمة وخاتمة كويسة ماشية مع الموضوع، هتكتب احسن مقال في الدنيا. كلام صح ولا غلط؟ وانا رأيي دايما ان الطالب اللي بيتقن سؤال الترانزليشن سؤال الترجمة طالب هيبقى ممتاز في اللغة الانجليزية بصفة عامة. صح ولا غلطان؟ تمام التمام. يلا بينا اول قاعدة من قواعد الترجمة. اول قاعدة من قواعد الترجمة وتحطها حلقة او قاعدة كتابة بصفة عامة في اللغة الانجليزية. تمام؟ يبقى ده الفيديو مهم جدا جدا مش عشان سؤال الترجمة بس، لا ده عشان كل اسئلة الامتحان تبقى ممتاز فيها باذن الله. نمرة واحد، اول قلبة هو تعملها لكم بصورة قلبة حبيب. الجملة في الانجليزية تبدأ بالفاعل ثم الفعل. نقول تاني، الجملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بالفاعل ثم الفعل، مش زي اللغة العربية. اللغة العربية ممكن تبدأ باسم أو ممكن تبدأ بفعل في جملة اسمية وفي جملة فعلية، لكن احنا في الإنجليش يا حبايبي وصحصح معايا اسكتش الملاحظات بتاعك جنبك لو عايز تكتب معايا، وعندك الفيديو اهو مرجع ترجع له في أي وقت، وياريت تسمعه أكتر من مرة وتطبق وتحل كتير. وفي آخر الفيديو هبدأ أديكوا بقى كلمات ترجمة وتحفظوا معايا من خارج المنهج إن شاء الله. يلا بقى هشوف مين البطل اللي هيقدر بقى يلحقني في حفظ الكلمات بتاعت التراجم. خلاص اما نشوف وتعبيرات الترجمة. الجملة في الانجليزية تبدأ بالفعل ثم الفعل، لكن في اللغة العربية ممكن تبدأ بفعل فتبقى جملة فعلية، او تبدأ باسم فتبقى جملة اسمية، لكن احنا في الانجليزي دايما الجملة بتبدأ بفاعل ثم فعل، فلازم ترتب الجملة العربية الفعل لفعل لما تيجي تترجمها من عربي الانجليزي. وصلت؟ تمام. اديني مثال عملي على طول يا مستر. تدين حضارة العالم بالكثير للعرب، وانا هنا جايب جملة تمام وبنحلها وبنترجمها مباشرة كتدريب عملي عشان مبقاش كلام نظري وخلاص. تدين حضارة العالم بالكثير للعرب، يلا نترجم مع بعض. فين فعل الجملة وفين فاعلها والكلام ده كله؟ فين الفاعل؟ ما احنا عايزين نبدأ الجملة بالفاعل، حضارة العالم ده الفاعل. فين الفعل؟ تدين باقي الجملة بالكثير للعرب. يلا نشتغل، نبدأ الجملة بحضارة العالم. تلاحظ ان حضارة العالم حضارة نكرة والعالم معرفة، يعني مضاف ومضاف اليه، حضرتك هتشقلب فتبقى العالم حضارة، فتقول ايه؟ The world civilization. The world civilization ادي الفعل بتاعك كان مكون من مضاف ومضاف اليه فشقلبنا. واحد يقول لي يا مستر مش ممكن كمان نحط the قبل النكرة وof قبل المعرفة فتبقى the civilization of the world؟ تمشي برضو، ولكن انا افضل الحتة اللي انت تشقلب المضاف والمضاف اليه وتريح دماغك. يبقى the world civilization، وهنرجع لها ان شاء الله في قاعدة حتة المضاف والمضاف اليه وكيفية ترجمته. The world civilization يدين او تدين، كلمة يدين الفعل او تمام شطار،
وطبعا لان الفعل هنا مفرد فلازم نحط للفعل اس، فتبقى the world civilization owes a great deal to. كلمه a great deal اللي هي بتساوي much اللي هي بتساوي a lot of، ولكن هي افضل هنا في الجمله دي. ممكن نقول a great deal او much، يبقى a great deal تعبير بمعنى الكثير، بتساوي كلمه much to the Arab للعرب. يبقى اول خطوه حفظناها مع بعض، اما تيجي تترجم يا حبيبي عملي كمان اهو قدامك، ان الجمله في اللغه الانجليزيه تبدا بالفاعل ثم الفعل. كل جمله بتكتبها في الانجليش سواء ترجمه سواء ايسي ها تمام سواء ايميل لازم تبدا بفاعل ثم فعل. وصلت؟ وقد يكون الفعل مكون من اكثر من كلمه، قد يكون صفه وموصوف فنقدم الصفه على الموصوف يعني الصفه على الاسم، قد تكون مضاف ومضاف اليه فشقلب الكلمتين. المشكله يلا يا كبير، يلا لكل الناس اللي طلبت مني الترجمه، ولكل طلاب مش الصف الثاني بس، الثانوي، الصف الاول الثانوي الثاني وثالث ثانوي، الفيديو ده هديتي لحضراتكم ومش عايز اكتر من دعوه بظهر الغيب. ان شاء الله هتطلع النهارده مظبط حاجات كتير قوي. طيب نروح للقاعده رقم 2 او القلب رقم 2 اللي بهديه لحضراتكم النهارده. قد يكون الفاعل الفاعل او الضمير مستترا في اللغه العربيه، ما يبقاش ظاهر، يعني في حاجه اسمها ضمير ايه ظاهر وضمير مستتر. قد يكون الضمير مستتر في اللغه العربيه، ولكن في اللغه الانجليزيه ما عندناش ضمائر مستتره، يجب اظهارها. يجب مين اظهارها؟ يبقى كل مخفي في العربي او كل مستتر في العربي ها ظاهر في الانجليزي، لازم اظهره في اللغه الانجليزيه. ازاي؟ اديني مثال عملي. حاضر. نفخر بان التعليم هو المشروع القومي الاول في مصر. نفخر نفخر، خد بالك كان اصلها ايه؟ نحن نفخر، صح ولا ايه؟ نحن مش موجوده اهي في الجمله العربيه، لكن انا لازم اظهرها في اللغه الانجليزيه. خلاص يا حبايبي كده؟ طيب يبقى نفخر ها تبقى ايه؟ وي ار براود، كلنا عارفين وي، تمام يا شطار. يبقى هنبدا بمين اهو؟ صلى الله عليه وسلم كله صلى الله عليه وسلم، اهو اللي كان مستتر في اللغه العربيه اظهرناه، نفخر يبقى وي ار براود. نساعد وي هيلب. ننجز وي اتشيف، صح ولا يا جماعه؟ يجب علينا وي ماست. الله 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 الله، ايه فهمنا؟ يبقى كل ضمير مستتر ها مستتر في اللغه العربيه يجب اظهاره في اللغه الانجليزيه. طب يلا نترجم الجمله على بعضها كده. نفخر نحن نفخر. طب نساعد، نحن نساعد. طب ننجز، نحن ننجز. فهمتوا اللعبه ولا ايه؟ يجب علينا وي ماست، تمام يا شطار، فهمنا؟ طيب يبقى نقول ايه بقى؟ وي ار براود، مش تقول ار براود على طول، وي ار براود ذات، حلو قوي. نفخر، نحن نكون فخورين ان. التعليم اهو، يلا رتب جملتنا فعل وفعل. education يكون هو، طبعا هو ديت بنترجم هو وهي وهم لفيرب تو بي على حسب مفرد او جمع. التعليم مفرد يبقى از، لو جمع كنا خدنا ار، فهمنا يا شباب؟ يبقى نقول ايه؟ That education is the first national project، يعني المشروع القومي الأول. لاحظ إن الصفة national قبل المشروع الموصوف أو الاسم، is the first national project in Egypt. وصلت؟ الخطأ لو واحد بقى بترجم خطأ كان يقول إيه؟ Are Broward is education national first. تمام يا شطار، ما هو بترجم بقى ترجمة حرفية، تمام؟ ناشونال فيرست بروجكت ان ايجيبت، او بروجكت ناشونال ان ايجيبت. انا بدي بس ايه امثال الناس ما تعرفش ترتب الجمله صح. يبقى الترتيب الصح اهو، اظهرنا الضمير المستتر في اللغه العربيه اظهرناه في اللغه الانجليزيه لو وي، يبقى نفخر تبقى ايه؟ ها وي ار براود. نحن نساعد يبقى وي هيلب. طيب ننجز يبقى وي اتشيف الى اخره. يبقى كل ضمير مستتر في العربي نظهره في اللغه الانجليزيه. وصلت؟ طيب يبقى على بعضها، وي ار براود ذات education از ذا فيرست ناشونال بروجكت ان ايجيبت. وخد بالك انا جايب كل التراجم، الامثله دي يا شطار جايبها من تراجم ثانويه عامه، ثالثه ثانوي اتكررت في امتحانات الثانويه العامه السنين السابقه، يعني مش اي تراجم. يلا بينا نكمل مع بعض. صلوا على سيدكم النبي صلى الله عليه وسلم. القلب رقم 3 النهارده، اذا كانت هناك كلمة لو كان في ايه ها كلمة لا تعرفها في نص الترجمة، لو في كلمة لا تعرفها في نص الترجمة فعليك ان تجد لها مرادفا يعطي معنى قريب منها. الله الله الله، انا بقرا لك اهو يا باشا، مش حد يقول لي ايه الكتابة صغيرة، لا انا بقرا لك اهو، تمام؟
تمام. يبقى تاني، إذا كانت هناك كلمة لا تعرفها في نص الترجمة فعليك أن تجد لها مرادفا يعطي معنى قريبا منها. يعني إيه يا كبير؟ مش ترجمة حرفية في كلمة قابلتني ومش عارف أجيب معناها، أجيب معنى قريب منها يمشي المعنى بتاعي ويمشي الترجمة بتاعتي وباخد الدرجة صح، لأن هي الترجمة مش ترجمة لفظية أو حرفية، ده ترجمة معنى. إديني مثال مثلا على الكلام ده. حاضر يا حبيبي، بص كده، كلنا عارفين كلمة شباب. طب انا مش عارف كلمة youth. كلنا عارفين youth يعني ايه؟ youth اللي هم الشباب. ممكن احط بدلها young people اللي هم الناس الصغيرين او الشباب، تدي نفس المعنى. تمام. طب يلا بينا نروح لرقم 4. اذا جاء بعد قد فعل مضارع، خد بالك بقى من قواعد قد، لو لقينا بعد كلمة قد فعل مضارع تمام، نترجمها في الانجليزي الى may بمعنى ربما. تمام تمام. يبقى قد في اللغة العربية ما يجي بعدها فعل مضارع، قد يأتي، قد يلجأ، قد يحارب. فهمنا شطار؟ وصلت؟ تمام. قد يساعد، يبقى هنترجمها المي والفعل في المصدر. اديني مثال، قد ينجح الطالب في الامتحان، نترجمها ازاي؟ هنقول the student، ده الفعل اهو. احنا قلنا الترتيب اول قاعدة عندك دي اهم حاجة، نبدأ بالفعل هو the student. قد، يبقى قد كانت عندك هنا ايه؟ قد ينجح، يعني قد وجي بعدها فعل ايه؟ مضارع. برافو عليك يا شطار. يبقى هننزل بمي ونحط الفعل في المصدر اللي هو مين؟ سكسيد. يبقى مي سكسيد. وصلت ولا ايه؟ وصلت يا مستر. مي سكسيد ان ذا اكزام، ربما ينجح فين؟ في الامتحان. وترتيب الجمله برضو اول قاعده عندنا، ها قلنا ايه؟ الفاعل ثم الفعل. مي سكسيد ده الفعل وباقي الجمله ان ذا اكزام. طب يلا بينا نروح للقلب رقم كام؟ ها القلب رقم 5. لو وجدت كلمة بعد قد تدل على الماضي، احنا مع قواعد قد ونترجمها ازاي؟ لو لقينا كلمة بعد قد تدل على الماضي، يعني الماضي البسيط، نستخدم تصريف الثاني للفعل. ازاي يعني؟ نقول تاني، لو وجدت كلمة بعد قد تدل على الماضي بنستخدم ماضي بسيط. اديني مثال. ازاي يا مستر؟ لقد ذهب احمد للنادي بالامس. حلو، انا عندي لقد اهي، صلى الله عليه يشفع فيك وصلى الله وسلم. تمام. ولقينا في اخر الجمله بالامس، اللي هي ترجمتها في اللغه الانجليزيه يسترداي، صح ولا ايه؟ تمام صح. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى زمن الجمله في الماضي البسيط، يعني التصريف الثاني لمين؟ ها للفعل. وصلت؟ يبقى هنقول ايه بقى؟ نبدا بالفعل اللي هو مين؟ احمد. يبقى احمد ذهب، اتفقنا على كده. لقد مش هتظهر بقى، احنا هنستخدم زمن الماضي البسيط. ها يبقى احمد ادي فعل الجمله هنبدا بيه. ها ذهب، went to، تمام. ها the club yesterday، ذهب الى النادي بالامس. يبقى لو لقينا كلمة قد موجودة او لقد موجودة وبعدها ها ايه يا شطار؟ ولقينا كلمة بعدها بتدل على الماضي زي yesterday last ago، يبقى هنترجم على طول زمن الجملة الماضي بسيط. يبقى لقد دي ما تبقاش موجودة خالص، تمام، ويبقى زمن الجملة مين؟ ماضي بسيط، نبدأ بالفاعل ثم فعل في الماضي البسيط. مثال، لقد ذهب أحمد للنادي بالأمس، في لقد وفي بالأمس، هنطير لقد خالص، نبدأ بالفعل. يبقى أحمد ذهب، يبقى went للنادي، to the club بالأمس، يبقى yesterday. تمام. طيب يبقى احنا خدنا كده لحد دلوقتي قاعدتين لمين؟ لقد. قد جه بعدها فعل مضارع، نترجمها المي وفعل فعل ومي وفعل في المصدر. طب لقينا قد وبعدها كلمة بتدل على الماضي، زي yesterday last ago، على طول قد دي ما تبقاش موجودة او لقد، ويبقى فاعل ونستخدم التصريف الثاني للفعل. وصلت ولا ايه؟ زي احمد went to the club yesterday. بص كده على الامثلة، الامثلة مني جدا، انا بحب ان اكون براكتيكال، اكون عملي، مش مجرد شوية قاعدة ارصهم لك وحضرتك مع نفسك حل، لا، عندك اهوت بنربط النظري theoretical بالبراكتيكال بالعملي. طيب القلب رقم القلب رقم كام؟ 5 ولا 6؟ تعالى نعد، ادي 1 2 3 4 5 تمام يا شطار، 6. حلو قوي قوي، القلب رقم 6 اللي بهدهولكم النهارده، اللي هيخليك ممتاز جدا في الترجمه ويخليك كمان ممتاز جدا في كتابه الايسي وفي كل اسئله الامتحان باذن الله تعالى، مع حفظ بقى مين؟ الكلمات الكتير، يعني شويه القواعد دول ونحفظ كم رهيب من الكلمات والتعبيرات، خلاص خلصت الليله كده. يلا بينا وانا معاكم ان شاء الله لحد ما نوصل للهدف ده. اقرا معايا، نستخدم زمن المضارع التام بعد قد، برضو في قد او لقد، حلو قوي قوي، تمام، وما لقيتش في الجمله اشاره على الماضي، يعني ولا لقينا كلمه زي بالامس يسترداي ولا اجو ولا لاست الماضي، يبقى لقينا لقد او قد، تمام، ما فيش كلمه بتدل على الماضي.
معايا مش معايا شطار. حلو قوي، ساعتها نستخدم زمن المضارع التام اللي هو هاف او هاز التصريف الثالث للفعل. يبقى كلمة لقد موجودة وقريت الجملة وما لقيتش اي اشارة، ما لقيتش اي اشارة على الماضي البسيط. فعل الجملة ماضي، يعني تمام. لقد حققت مثلا، حققت ماضي. لقد حققت مصر الكثير من الانجازات، هل في الجمله اللي انا قلتها دي كلمه بتدل على الماضي؟ قلت مثلا السنه اللي فاتت او بالامس او العام الماضي؟ لا ما قلتش. يبقى على طول زمن الجمله هنا مضارع تام، يبقى فاعل ثم هاف وهاز التصريف الثالث. لكن لو لقينا لقد وبعديها كلمه بتدل على الماضي البسيط زي يسترداي او لاست او جوه ان وسنه، لا ساعتها هنستخدم ماضي بسيط. فهمتوا يا شباب؟ يبقى لقد وما فيش كلمه بتدل على الماضي مضارع تام، لقد وفي ها كلمه بتدل على الماضي البسيط يبقى ماضي بسيط، قد وبعدها فعل مضارع مضارع نستخدم مي والفعل فين؟ في المصدر. حلو، يلا بينا كده نشوف مع بعض الجمله دي. يبقى بنستخدم زمن المضارع التام بعد قد اذا لم توجد اشاره على الماضي. اقرا كده، لقد انتهيت من مذاكره دروسي. الله، لقد اهي وانتهيت فعل ماضي، بس ابص على الجمله وبقيه الجمله مش لاقي كلمه بتدل على الماضي، صح ولا انا غلطان؟ مش لاقي ايه؟ كلمة بتدل على الماضي. يبقى هنا هترجم في زمن المضارع التام، في زمن مين؟ المضارع التام. يلا نشتغل مع بعض، ابدأ بالفعل. يلا، لقد انتهيت انا، ما احنا قلنا كل ضمير مستتر فين؟ في اللغة العربية، يظهر في اللغة الإنجليزية. طيب لقد دي هتطير، يبقى هبدأ بمين؟ بأنا. تمام، انتهيت انا، انا تمام يا شطار، ما ظهرش في العربي بس يظهر في الإنجليزي. اي، حلو قوي، يبقى مضارع تام. حلو، اي هاف التصريف الثالث، فينيشد، برافو عليكم. ستادينج، فينيشد مع فيرب اي ان جي، ماي ليسون، يبقى اي هاف فينيشد ستادينج ماي ليسون. ها وصلت؟ لو قلت اي فينيشد ستادينج ماي ليسون هنا غلط. ليه يا باشا؟ لان الجمله العربيه ما فيهاش كلمه بتدل على الماضي البسيط، لكن لو في كلمه بتدل على الماضي البسيط ولقد موجوده كنا استخدمنا التصريف الثاني لمين؟ للفعل. زي الفل ولا الكلام صعب؟ تمام. يلا القلب رقم 7، كلمات التوكيد إن وأن، لقيت بداية الجملة بدأ بإن أو أن، ليس لها ما يقابلها في اللغة الإنجليزية، يعني ملهاش مرادف في اللغة الإنجليزية ولا تترجم، يبقى ملهاش أي لازمة، بتتشال، بتبدأ بالكلمة اللي بعدها على طول في الترجمة. إديني مثال. إن السلام، إن هنا هنعمل فيها إيه؟ يعني ولا تتكل على الله ولا يا حاجة، ارمي من الشباك. يبقى ان او ان لكلمات التوجيه في اللغه العربيه لا تترجم في اللغه الانجليزيه. السلام حلم لكل الامم. الله الله الله، السلام حلم لكل الامم. يبقى ان طارت ونبدا بالسلام، يبقى نقول ايه؟ بيس. تمام، كان اصلها السلام يكون. طبعا الضمير هنا ايه؟ مستتر في اللغه ايه؟ العربيه، لكن لازم يظهر في اللغه الانجليزيه. نبدا بالسلام اللي هو كلمه بيس. حلو قوي قوي. يكون اللي هي مين؟ إز. ألا فين يكون هنا مصر؟ هنا بقول السلام يكون حلم ولا سلام حلم؟ أقول لك يا حبيبي ما كان أصلها السلام يكون. يكون اللي هو فيرب تو بي المستتر في اللغة العربية، اللي هو يكون في اللغة العربية لازم يظهر في اللغة الإنجليزية. إز مع المفرد وأر مع الجمع، ووز مع المفرد في الماضي، وير مع المفرد أو مع وير مع الجمع في الماضي. الناس معايا مش معايا؟ يلا بينا نقول. يبقى بيس، بيس ذا دريم ولا إز؟ لا إز. يبقى بيس از ذا دريم اوف اول نيشنز، لان تقدير الجمله في العربي ها السلام يكون حلم لكل الامم، تبقى بيس ها فعل، لازم يكون في فعل از ذا دريم اوف اول نيشنز. تمام يا شطار، وصلت؟ تمام تمام التمام. يلا بينا نكمل مع بعض، بس نراجع القاعده دي تاني. يبقى نقول اهو صلى رسول الله، كلمات التوكيد ان وان ليس لها مرادف في اللغه الانجليزيه، حلوه قوي قوي، ولا تترجم. يبقى ان وان يطيروا من الشباك، ونبدا بالكلمه اللي بعديهم، ولو في فعل مستتر او ضمير مستتر نظهره ونحافظ على ترتيب الجمله، اللي هي اهم قاعده احنا شغالين عليها، ان الجمله تبدا بالفاعل ثم الفعل، اوعى تنسى الكلام ده. طب يلا القلب اللي بعده، يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. الناس معايا؟ تمام مستر. كلمات زي تعد او تعتبر او تمثل تترجم الى فيرب تو بي، يبقى كلمه تعد او تعتبر او تمثل بنترجمها لفيرب تو بي، ام او از او ار في المضارع او وز او وير في الماضي. معايا حبايبي كده؟ اديني مثال. تعد او تعتبر الديمقراطيه او تمثل الديمقراطيه حجر الاساس في عصرنا، وماله؟ طيب الجمله بدأ بتعد او ايه او تعتبر، مفيش مشكله، هنبدا الاول بفعل الجمله، المفروض الديمقراطيه تعد او تعتبر، ترتيب الجمله وتنسى تبدا بالفعل. يبقى نقول بقى ديموكراسي اليمين يا حبايبي الديمقراطيه،
إذ تكون صح. ما احنا قلنا بنترجم الكلمات تعد او تعتبر او تمثل لفيرب تو بي، يبقى ديموكراسي از كورنر ستون. كورنر ستون اللي هو حجر مين؟ الزاويه. تعبيرات بقى هنحفظها مع بعض ان شاء الله. اوف اور ايرا، ايرا يعني العصر، ممكن اقول ايج. ايه القاعده اللي بنركز عليها هنا؟ ان الافعال تعد او تعتبر او تمثل، تمثل، بنترجمها الفيرب تو بي ام او از او ار في الحاضر او ووز او وير في الماضي. طب هدول يا مستر، ما احنا ممكن برضو نستخدم الفعل considered او regarded، فتبقى democracy is considered. مفيش مشكله يا حبيبي. طب considered ديت تكتب ازاي؟ اتملى معايا اللي معاك مين؟ السكتش. سي او ان اس اي دي اي ار اي دي، كمان مره، سي او ان اس اي دي اي ار اي دي، يبقى از كونسيدرد هي از بس. وممكن اشيل كونسيدرد واحط بدلها كلمه رو جاردد. مين يا شباب؟ رو جاردد برضو بمعنى تعد او ايه او تعتبر. يبقى كلمات زي تعد او تعتبر او تمثل بنترجمها لفيرب تو بي او از كونسيدرد او از رو جاردد. وصلت يا حبايبي بمعنى يعتبر؟ حلو قوي، او دي او ده صح. تمام، نروح للي بعده. يقول لي ايه؟ فعل يكون اللي هو فيرب تو بي في الترجمه الى اللغه العربيه لا يترجم اذا كانت الجمله جمله مين؟ اسميه. ازاي يعني؟ طبعا فين فعل يكون اللي هو فيرب تو بي في الترجمه الى اللغه العربيه، اما نترجم بقى للغه العربيه لا يترجم ازاي؟ احنا بنترجم دلوقتي من انجليزي لعربي، وفي فيرب تو بي فين؟ في الانجليزي، فاحنا ما بنحطوش في اللغه مين؟ العربيه. العكس يعني، اذا كان فيرب تو بي موجود في العربي ومترجم انجليزي نظهره. يبقى فيرب تو بي يكون الفعل يكون في العربي لا يظهر، فلازم نظهره في الانجليزي. طب لو احنا بنترجم من انجليزي وهو موجود في اللغه الانجليزيه، لازم يكون موجود فيرب تو بي في الانجليزي، وبنترجم للعربي نحذفه ما يبقاش موجود. اديني مثال. حاضر، بصوا كده معايا ونفهم اهو. يقول لي الفاكهه والخضروات، الاصل بتاعنا اهو فروت. نقرا الاول الجمله الانجليزيه، فروت اند فيجيتابلز ار يوسفول فور هيلث. الله، الفاكهه والخضروات يكونوا، لازم يبقوا ظاهرين في اللغه مين؟ ار لازم تكون ظاهره في اللغه الانجليزيه. يوسفول فور هيلث، تكون طبعا جمع، فاخدنا ار تناسب الفعل مع الفاعل افرادا وجمعا، تكون مفيده للصحه او من اجل مين؟ من اجل الصحه. صح ولا انا غلطان؟ تمام. اما نيجي بقى نترجم الجمله دي العربي هنقول ايه؟ هنقول الفاكهه والخضروات تكون مفيده فور هيلث، ولا الافضل نقول الفاكهه والخضروات مفيده للصحه على طول؟ نقول مفيده للصحه على طول، مع ان تكون مفيده مفيش مشكله، بس الافضل عدم اظهار يكون في اللغه العربيه، لكن لازم يظهر في اللغه الانجليزيه. تمام. القلب اللي بعده، يلا يا شباب الناس مركزه معايا، لابد ان نذكر فعل يكون تمام اذا كان في الماضي عند الترجمه من الانجليزيه الى مين؟ الى العربيه. ازاي يعني؟ لازم نبين فيرب تو بي اذا كان في الماضي عند الترجمه من انجليزي العربي. يعني ايه؟ صلى الله على رسول الله، انا لقيت عندي في الترجمه، لقيت في الجمله الانجليزيه ووز او وير. ووز او ايه؟ ووز او وير. طب ووز او وير ده ايه؟ فيرب تو بي ماضي. ده لازم بقى نظهره في اللغه مين؟ العربيه عند الترجمه. ازاي يا باشا؟ اديني مثال. زي وير هابي، زي وير هابي. حلو قوي. فيرب تو بي موجود ولا مش موجود؟ فين؟ في وير. حلو قوي قوي. وير مضارع ولا ماضي؟ لا، وير ماضي. لازم نترجمه بقى بمعنى يكون او كان في الماضي. يبقى ساعتها نقول ايه؟ زي وير هابي، يبقى نقول ايه؟ كانوا سعداء. كانوا مين؟ سعداء. يبقى لو فيرب تو بي كان في شكل ووز او وير في اللغه الانجليزيه، اما نيجي نترجم للعربي لازم نظهره. طب فيرب تو بي الجمله اللي قدامها على طول، اما نيجي نترجم تمام من انجليزي العربي، يعني نترجم الى اللغه الايه؟ العربيه، من اللغه الانجليزيه ما نترجمهوش اذا كانت الجمله جمله ايه؟ اسميه، يعني بادئه بالاسم مش بادئه بمين؟ بالفعل، صلى الله عليه وسلم او بالفعل. يبقى تاني قارن بين الجملتين دول كده، فروت اند فيجيتابلز ار يوسفول فور هيلث، يعني الفاكهه والخضروات دي جمله اسميه، صح كده ولا ايه يا شطار؟ يكونان مفيدان للصحه. يبقى احنا مش هنذكر مين؟ مش هنذكر فيرب تو بي، فنقول على طول الفاكهه والخضروات مفيده للصحه، ولا داعي ان احنا نقول تكون مفيده للصحه. تمام، ولو حطيت تكون مفيش مشكله، لكن الاهم بقى لو فيرب تو بي في الماضي في اللغه الانجليزيه لازم نظهره في اللغه العربيه ونترجمه كان او كانوا على حسب مفرد او جمع. اديني مثال زي وير هابي، يبقى نقول يا شطار كانوا سعداء. كانوا سعداء. وصلت؟ تمام التمام. يمكن
أن تسبق الصفة أو تسبق الصفة بأداة المعرفة ذا للإشارة إلى طائفة معينة من الناس. إزاي؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة عندنا اسمها الصفات، صح ولا غلطان؟ ال disabled يعني معاق، مثلا giant يعني عملاق، صح ولا غلط؟ clever يعني ماهر، rich يعني غني. طب احنا عايزين بقى نقول الأغنياء، عايزين نقول الفقراء، عايزين نقول المرضى، احط الصفة اس؟ لا، الصفة في اللغة الإنجليزية لا تجمع، نحط قبلها ذا، نحط قبلها ذا فتجيب معنى الجمع. عايز اقول الأغنياء يبقى اقول يا حبايبي ذا ريتش. طب الفقراء ذا بور. طيب المرضى ذا ال. فهمنا ولا ايه؟ تمام التمام. بحاول ابسط المعلومة خالص اهو، وتطبق تحل على طول عليها. تمام، اديني مثال يا باشا. يبقى ذا بور الفقراء، طيب ذا سترونج الاقوياء، ذا ديسابلد يعني المعاقين، صح كده ولا ايه؟ ذا ويلثي يعني الاثرياء، وهكذا. يبقى انا عايز اجيب معنى الجمع من الصفه، ما احطش للصفه اس، احط قبلها ذا. تمام، اديني مثال. يجب على الاغنياء ان يساعدوا الفقراء. ابدا الاول بالاغنياء، ده فاعل الجمله. بنقول ايه؟ ذا ريتش، ما نقولش ريتش بس، اللي هي بتساوي ريتش بيبل. احضر مثلا عملتها ريتش بيبل، صح يا حبيبي. لكن عايز تقول الاغنياء بقى من غير بيبل، تقول ذا ريتش. تمام، ذا ريتش اللي هم الاغنياء. شود يجب ان او ماست يساعد، طبعا شود وماست يجي بعدهم الفعل فين في المصدر؟ شود هيلب ذا بور، يجب ان يساعدوا بور ولا ذا بور؟ ذا بور اللي هم الفقراء، اللي بتساوي برضو بور بيبل. يبقى عايزين نجيب معنى الجمع، عايزين نجيب معنى الجمع من الصفه، نسبقها بذا، نسبقها بذا. طيب تعالى معايا بقى في حاجه كده في اللغه العربيه خدتها في النحو، اللي اسمها المفعول المطلق. المفعول المطلق في اللغة الإنجليزية لا يترجم، ولكن نستعيض عنه بحال ظرف. ها، نستعيض عنه بمين؟ ها، بحال أو ظرف، يعني آخره ال إيه؟ ال واي. إديني مثال يا مستر. تهتم مصر، الجملة دي قابلتك في الامتحان، تهتم مصر بالتعليم اهتمام كبير، أو أنت عايز تكتب إيسي عن التعليم وعايز تقول فيه تهتم مصر بالتعليم اهتماما كبيرا. تهتم اهتماما كبير، اهتماما. تمام، مفعول مطلق. طب يا مستر، اهتماما دي مفعول مطلق، هترجمها ازاي للغه الانجليزيه؟ سهل الكلام، نحولها لحال، زي مثلا جريتلي، بادلي. فهمنا شطار وجريتلي بستخدمها كتير. تمام، في ترجمه المفعول المطلق من العربي الانجليزي. يلا نترجم، نبدا بالفعل، اوعى تنسى القاعده الاولانيه. الفعل بتاع الجمله هنا مين؟ مصر، يبقى نقول مصر تهتم، على القاعده الاولى، فاعل ثم فعل، صح؟ اوعى تنسى دي. يبقى مصر ايجيبت، ده الفاعل. تمام، تكون مهتمة بشكل كبير أو بشكل عظيم، أدي المفعول المطلق أهو. greatly، نحط greatly بعد الفعل، يبقى Egypt is greatly interested in education، مهتمة بالتعليم اهتماما كبيرا. يبقى لما نيجي نترجم المفعول المطلق للغة الإنجليزية مفيش كلمة تمام أو ملهوش ترجمة، ولكن بنستعيض عنه بحال آخره ال واي، واحفظ كلمة greatly ونحطها بعد الفعل، يبقى Egypt is greatly interested in education. طب كمان مثال على المفعول المطلق، يؤثر التدخين على الصحة تأثيرا خطيرا. وماله، ما فيش مشكلة. طب احنا عندنا هنا ايه؟ يؤثر تأثيرا، تأثيرا ده مفعول ايه؟ مفعول مطلق، صح ولا يا جماعة؟ منصوب طبعا، انتوا احسن مني في النحو. طيب يا باشا، يبقى هنقول التدخين يؤثر، بنبدأ بالفاعل، يبقى اوعى تنسى القاعدة الأولى، بنبدأ بالفاعل. سموكينج يؤثر، افكتس يعني يؤثر على مين؟ على الصحة. افكتس هيلث، واحد يقول افكتس اون، لان افكتس ما يجيش بعدها حرف جر، افكت بالايه اللي بيجي بعدها حرف جر. افكت فعل بمعنى يؤثر على بدون حرف جر، افكت تأثير يجي بعدها حرف الجر اون. تمام، سموكينج افكتس هيلث بادلي، يعني بادلي بشكل سيء. يبقى لو بشكل عظيم جريتلي، بشكل سيء بادلي. حطينا جريتلي بعد از في الجملة مين الأولى؟ ممكن أحطها في آخر الجملة، فتقول Egypt is interested in education greatly أو is greatly interested in education. وصل يا حبايبي؟ وممكن تقول smoking تمام affects badly أو badly affects health، وممكن تقول smoking affects health badly. إيه اللي يريحك؟ عايز تحطه في الآخر حطه، عايز تحطه بعد الفعل هحطه، مفيش مشكلة عندي. صلى على رسول الله السلام، ده المفعول المطلق. يلا بينا نروح بقى لمين؟ لفيرب تو هاف وترجمته. بنترجم فيرب تو هاف لايه؟ صلى على رسول الله. تمام، عد بقى القلوب وانت ماشي معايا. فعل تو هاف اللي هو هاف او هاز او هاد، بنترجمه الى في اللغه الايه؟ بنترجمه في اللغه العربيه الى مين؟ الى لي او عند او يملك او لدى او يقتني او يتناول. يبقى دي ترجماته. اديني مثال. It has become available for each student to have a computer set.
طيب يلا نترجمها مع بعض. it has become available، احفظ التعبير ده على بعضه يا باشا، يعني لقد. وطبعا ما لقينا مضارع تام فنحط وما فيش كلمه بتدل على الماضي، نترجم الجمله لقد، ده قاعده خدناها صح ولا شطار؟ يبقى لقد اصبح متاحا لكل طالب ها اقتناء او امتلاك. يبقى ترجمنا فيرب تو هاف الى يقتني او يمتلك، يبقى ترجمه فيرب تو هاف من انجليزي العربي او العكس فايس فيرسا. تمام، بمعنى لي او عند او يملك او لدى او يقتني او يتناول. تمام. وبص للمثال. تمام، المثال عربي انجليزي، انجليزي عربي قدام حضرتك. طيب حلو قوي قوي. يبقى فيرب تو هاف يترجم للي او عند او يملك او لدى او يقتني او يتناول. حلقه النهارده للثانويه اولى وثانيه وثالثه، مش صف واحد، خد بالك. يلي ضعيف في ترجمه اولى او ثانيه او ثالثه انا بخلصك على الدنيا. يلي ضعيف في ايسي، في كتابه مقال او باراجراف. تمام، النهارده ان شاء الله تبقى قوي جدا لو عرفت القاعده دي، لان القواعد ديت قواعد الكتابه الصح في اللغه الانجليزيه. تمام يا جماعه، فان شاء الله لو اتقنتها تكتب احسن جمله، فبالتالي تكتب احسن باراجراف او ايسي او احسن ترجمه. كلامي صح ولا لا؟ صح طبعا. فوق يا عم، اللي انت في ايه؟ اصحالي. طب يلا بينا نروح لمين؟ للقاعدة اللي بعد كده. بصوا كده معايا شطار، يلا شطار. يقول لي ها، يقول لي لل زائد اسم تترجم الى هاف او هاز. لل زائد اسم، لل زي ما تقول للمدينة، للحرية، للتلوث. لل زائد اسم تترجم في اللغة الإنجليزية إلى هاف أو هاز. طبعا اسم زائد هاف لو الاسم جمع، واسم زائد هاز لو الاسم مفرد. بل لقينا للحرية، للمدينة، للشجاعة، للتفوق، للتعليم. مش دي ليل وبعدها اسم؟ نترجمها الاسم، نحط الاسم وبعديه هاف لو جمع وهاز لو مفرد. اديني مثال. يقول لك للمدينة شوارع واسعة، يلا نترجمها انجلش. طيب نبدأ بالمدينة اليمين، ذا تاون. ناس معايا؟ تمام. طيب المدينة مفرد، يبقى نقول ايه؟ هاز. تمام، وايد ستريتس، ما تقوليش ستريتس وايز عشان ما ادكش بنية. وربنا سبحانه وتعالى بقى يتولاك. يبقى وايد ستريتس يعني شوارع ايه؟ شوارع واسعة، لأن الصفة قبل الموصوف. يبقى بنترجم ليل زائد اسم، ليل زائد اسم بنترجمها لهاف، اسم زائد هاف مع الجمع أو هاز مع المفرد. طيب حلو قوي. لام التعليل، لام التعليل تترجم إلى مين؟ إلى سوزات زائد جملة، أو in order to أو to أو so as to زائد الفعل في المصدر. يبقى لام التعليل في اللغة العربية بنترجمها في اللغة الإنجليزية to أو in order to أو تمام so as to أو so that زائد جملة كاملة. اديني مثال يا عم الحاج. حاضر حاضر يا حبيب قلبي. يبقى لو لقينا لام التعليل في العربي بنترجمها لسوزات او ان اوردر تو او تو زائد الفعل في المصدر. طبعا سوزات او ان اوردر زاد بيجي بعدها جمله كامله، فاعل وكان او كود والفعل فين في المصدر، لكن اوردر تو تو بيجي بعدهم الفعل فين في المصدر. هدي مثال، والله لا اديك مثال. بص كده، يذهب الطلاب الى المدرسه ليتعلموا. ليتعلموا، لي لام التعليل. يبقى ممكن اترجمها بطريقتين، يبدا بالفعل الاول الطلاب يذهبوا، مش قلنا الفعل ثم الفعل؟ ها تمام، الفعل ثم الفعل يا مستر. يبقى students. طيب ادي الفاعل، يذهب go to school للمدرسه. تمام، ما تقولش go to the school، لا go to school بغرض التعلم، لانك لو قلت go to the school يبقى رايحين لزياره المدرسه او اي غرض تاني غير التعلم. تمام، دي قاعده. يبقى students go to school حتى يتعلموا. لو استخدمنا so that او in order that تمام، الإعلام التعليل بمعنى حتى. تمام، نحط بعدها فاعل زي بتعود على الطلاب، ثم كان لأن الجملة مضارع، ولو كانت ماضي كنا خدنا كود، وبعد كده الفعل في المصدر. طب الأسهل يا مستر، نبدأ بالفاعل اللي هو student، وبعد كده نحط الفعل، وبعد كده نحط to أو in order to أو so as to، والفعل فين؟ في المصدر. تبقى student go to school to إيه؟ أهي to learn، لكي يتعلموا. يبقى لام التعليل او لام السبب، لام السببيه في اللغه العربيه تترجم في اللغه الانجليزيه اما لتو او ان اوردر تو او سو اس تو زائد فعل في المصدر، واما سو ذات او ان اوردر ذات زائد فاعل كان في المضارع او كود في الماضي ثم الفعل في المصدر، واختار الطريقه السهله فيهم واستخدمها. تمام التمام. القلب اللي بعد كده شباب، ربنا يريح قلبكم بقى وترفعوا راسنا في الترجمه. طبعا الكلام ده اهو عملي ونظري، القاعده وتطبيق. ان شاء الله بقى حل تراجم بقى في الكتب اللي عندك في المذكرات، وتفضل ويوريني. تمام، وانا هديكوا تراجم كتير ان شاء الله، كم رهيب من الترجمه وكم الترجمه بقى عشان نخلص على الليله دي خالص. تمام، الضمائر المستتره في اللغه العربيه
يجب إظهارها عند الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. يبقى أي ضمير مستتر في اللغة العربية لازم نظهره، قلناها فوق. أي ضمير مستتر في العربي يظهر في اللغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية ما عندناش حاجة نخبيها، تمام يا شطار؟ زي إيه؟ يلا خليك معايا كده. نفخر بأن التعليم، تمام يا شطار؟ نقول تاني، نفخر بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر، ودي قلناها قدام، صح ولا يا جماعه؟ مكرره دي. يبقى الضمير المستتر هو مين؟ نحن. المفروض كنا نقول نحن نفخر، يبقى هنقول ايه يا شطار؟ وي ار براود، قلناها فوق، وي ار براود ذات education is the first national project in Egypt. تمام. يبقى لما تلاقي نبني تقول نحن نبني، وي بيلد. نساعد يبقى وي ها وي هيلب. فهمنا يا شطار؟ نفخر، وي ار براود. فهمتم؟ يبقى اي ضمير مستتر لابد لابد يبقى وي ماست، يجب علينا، وي شود. تمام التمام. يلا نروح بعد كده للقلب اللي بعد كده. انا بهديلكم النهارده كام قلب اهوت، اما شوفوا انتوا بقى في التعليقات هتهدوا لنا قد ايه بقى، كام قلب. ترجمه كلمه كل الى الانجليزيه، يلا كده وركز معايا، نروح لها مع بعض. ترجمه كلمه كل للغه الانجليزيه. يا مسهل الحال يا مسهل الحال يا رب. هانت يا اولاد، صحصحوا معايا، صحصحوا معايا، هانت خالص. يلا بينا بسم الله، يلا بينا بسم الله. يقول لك يقول لك كل اب مسؤول عن اسرته. تمام، نجيبها كده عملي. كل اب مسؤول عن اسرته. طيب كل المعلمين مسؤولين عن العمليه مين؟ التعليميه. حلو بقى، ركز معايا في اللي جاي كده عشان ربنا ايه ييسر لنا امورنا. ماشي يا مستر، بص كده معايا. الجمله الاولى كل اب مسؤول عن اسرته. كل اب على حده، كل واحد لوحده، تمام يا شطار؟ فنستخدم اما every واما each. ليه؟ لان عندك father هنا مفرد، حلو قوي، اب مفرد، ولا انا غلطان في الكلام؟ الله ينور عليكم، مش اباء. يبقى هنترجمها اما every او each، لان في اسم مفرد موجود اللي هو اب هنا، فنقول every او each father is responsible for his family. يعني responsible for، مسؤول، يكون مسؤول. طبعا احنا قلنا يكون مش ظاهره فين في العربي، نظهرها في الانجليزي، يكون مسؤول عن اسرته. اما لقينا بعد كل مفرد ترجمناها every او each، خلصت. طب الشكل الثاني ان كل لجم تلاقي بعدها مين بقى؟ اسم جمع. كل المعلمين، معلمين مفرد ولا جمع؟ لا المعلمين جمع يا مستر، يبقى نترجمها لكلمه اول. يبقى مين اديني قاعده كل في الترجمه؟ كل جه بعدها مفرد تترجم لايفري او ايتش، كل جه بعدها جمع تترجم لاول. الله ينور عليكم، وصلت يا شطار؟ فالجمله الاولى ايفري او ايتش فاذر مفرد، الجمله الثانيه اول تيتشرز جمع. تمام التمام. تمام يا حبايبي، اول تيتشرز ار ريسبونسبل فور ذا ايديوكيشنال بروسيس. طيب إذا جاءت كلمة زمور يليها جملة تترجم إلى كلما. فاكرين قاعدة كلما؟ كلما كلما قرأت أصبحت أفضل. يلا نترجمها مع بعض، نترجم كلما إزاي للغة الإنجليزية. يبقى نقول إيه؟ زمور، وحط بعدها فاعل وفعل. زمور يريد ذا بيدر، صفة مقارنة، ذا بعدها صفة أخرها إي آر أو مور أو لس، ثم فاعل ثم فعل. يبقى زمور يريد كلما أنت قرأت ذا بيدر يو بيكم، كلما انت تحسنت. يبقى بنترجم كلمه كلما الى زمور، ويجي بعدها فعل وفعل، وبنستخدم بنستخدم صيغ التفضيل ذا زائد مور او لس فعل فعل، او ذا زائد صفه اخرها اي ار لو المقارنه مع صفه قصيره. ارجعوا لمقارنه الصفات خدناها الترم الاول، صلى على رسول الله. يبقى بنقول تاني كلما تترجم لايه عشان نطلع بمعلومه واستفدنا. كلما تترجم الى كلمه زمور، عايز تقول كلما ذاكرت كلما حصلت على درجات عاليه، نقول ايه؟ زمور يو ستادي. سامع الناس شغاله معايا؟ صحصح معايا يا عم، انت نمت ولا ايه؟ زمور يو ستادي حبيبي، زمور يو ستادي ذا بيدر ماركس يو جيت، كلما حصلت على درجات اعلى. فهمنا يا شطار؟ تمام. طيب يلا بينا نروح للي بعد كده، القلب اللي بعد كده. هانت يا اولاد. يقول لي تضع اوف او نضع اوف بين المضاف والمضاف اليه، او تبدا بالمضاف اليه ثم تضع المضاف ولا نستخدم اوف. يعني ايه؟ ازاي نترجم المضاف والمضاف اليه؟ يعني الاول مضاف ومضاف اليه في اللغه العربيه، يعني الاقي نكره ثم معرفه، زي كلمه مستوى المعيشه هنا، مستوى نكره والمعيشه معرفه، صح ولا انا غلطان؟ حلو قوي قوي. نعمل ايه؟ حاجتين قدام، حالتين، اما احط زي قبل كلمه مستوى اللي هي نكره، واوف قبل المعيشه اللي هي المعرفه، فتبقى ايه؟ فتبقى تقول ايه؟ ستاندرد اوف ليفنج، تمشي معاك؟
صح ولا يا شطار؟ او ذا ستاندرد اوف ليفنج، وممكن تقول ها المعيشه الاول وبعد كده مستوى، فتقول ليفنج ستاندرد. انا والله افضل ان انت تشقلب وتريح دماغك، فتبدا بالمعرفه وبعد كده النكره وخلاص. لو عايز تستخدم الثانيه برضو تحط زي قبل النكره واوف قبل المعرفه. وصلت؟ تمام التمام. صلى على رسول الله السلام. يبقى اما نيجي نترجم مضاف ومضاف اليه، عندي حالتين. الاسهل ان انا اشقلب الكلمتين. يعني ايه مضاف ومضاف اليه؟ يعني نكره ومعرفه، وما تلخبطش بين المضاف المضاف اليه وبين النعت. النعت بتلاقي كلمتين، نكره نكره، لا معرفه معرفه، فده بتشقلب برضه، ما فيش مشكله عندنا. يبقى سواء مضاف المضاف اليه او صفه وموصوف، ها يعني نكره ومعرفه، او نكره نكره او معرفه معرفه، ساعتها حضرتك بتشقلب، ما فيش رايح دماغك. طب اديني امثله على الكلام ده يا باشا. انا عايز اقول مستوى المعيشه، ممكن اقولها بطريقتين، اما بطريقه الشقلبه فنقول ليفنج ستاندرد، بدانا بالمعرفه ليفنج وبعد كده مين اللي هي المعيشه، وبعد كده ستاندرد اللي هو مستوى النكره. اما تقول تبدا بالنكره اللي هي ستاندرد وتحط اوف قبل المعرفه فتبقى اوف ليفنج. وصلت؟ ده ترجمه المضاف والمضاف اليه، وقيس عليها بقى. صلى على رسول الله السلام. يعني ممكن تقول اصلاح التعليم، صح ولا يا شطار؟ اصلاح التعليم، تقويه الاقتصاد، وانت ماشي بقى حط كده كذا كلمه وترجمهم بنفس الطريقه، عملي اعملها مع نفسك. صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحصحوا لي كده. يلا اللي ما حطش الاعجاب يحط يا عم، في ايه؟ يلا الاعجاب كده، واللي ما اشتركش يشترك معانا. والفيديو ده محتاج تسمعه اكتر من مره عشان ان شاء الله المعلومات تثبت معاك وتحل بقى وتطبق على طول. والتراجم عندك مصادرها كتير جدا، وانا ان شاء الله هنزل لكم كم كبير من التراجم واحلها معاكم تطبيقا على القواعد دي. وكمان تقدر تكتب ايسي بقى، تجيب جمل عربي تحولها مين انجليزي على القواعد دي، ان شاء الله يبقى احسن ايسي. وان كان هنزل ان شاء الله محاضره كامله للايسي ومحاضره كامله للباسج، قطعه الفهم اللي في غايه الاهميه وازاي نتعامل معاها باحترافيه ان شاء الله. صلى على رسول السلام. طبعا هنا انا عامل فيديو ايه يعني اجمال، التفصيل جاي ان شاء الله. هنزل بقى مجموعه فيديوهات كبيره جدا بقى اللي عايز يبقى بقى مترجم، مش طالب بيترجم، يبقى مترجم ان شاء الله. هنزلها ان شاء الله، وهعمل قائمه تشغيل اسمها سكيلز، هنزل فيها الكلام ده ان شاء الله عشان الصيف، والناس كلها طالبه مني كورس جامد جدا في الصيف ان شاء الله، هنزل فيه الكلام ده عشان يبقى داخلين السكيلز في جيبنا باذن الله تعالى. يلا حبايبي، بس يا ريت دعم القناه يا حبايبي عشان اقدر استمر. يلا بينا. يقول لي ايه؟ اللهم صل على محمد. الضمير المضاف الى فعل يترجم الى ضمير مفعول، يعني ايه؟ صلى على رسول الله. ضمير مضاف لفعل يترجم الى ضمير مفعول، يعني ايه؟ انا عايز اقول يمكننا، عايز اقول يا شباب يمكننا، يمكن ده فعل والنا ده ضمير، صح ولا ايه؟ يساعدهم، يساعد ده فعل وهم ده ضمير. نترجمه ازاي الانجليزي؟ الصيغه دي نترجمها ازاي؟ مفيش اي مشكله. صلى على رسول الله. ها بنعمل ايه؟ بنترجم الموضوع يا حبايبي صلى على رسول الله الى ضمير مفعول. ضمير مفعول زي مين؟ ضمير المفعول، الضمير المفعول من اي مي، ومن هي هيم، ومن شي هير، ومن زي زم، ومن وي اس، ومن يو يو، ومن ات ات. في ناس بتشكي قوي من استخدام الضمائر ان شاء الله في التاسيس برضو في الصيف باذن الله، وهنزل برضو ان شاء الله عشان الناس طلبت مني جرامر من خارج المنهج من عناية الاثنين، هي الوقت بس والله، لان حضراتكم والله الذي لا غيره مشغول، مش عايز اقول لكم من يعني من راسي لرجلي مع الثانويه العامه ثالثه ثانوي. حضراتكم طبعا عارفين السنه مهمه قد ايه، والمراجعات، وانا ببدا مراجعاتي بدري الحمد لله، بعمين بخلص بدري الحمد لله منهجي ها، وبراجع بدري والحمد لله ربنا يعني بيرضينا بفضل الرحمن، الحمد لله رب العالمين. فعايز حضراتكم بقى ايه؟ ها شباب معلش ما تزعلوش مني، لان والله العظيم بحاول قد ما اقدر انزل فيديوهات على حسب وقت المتاح، ربنا يعلم انا بوفر الوقت ده ازاي. دعواتكم ما تنسونوش من دعائكم، وان ربنا يبارك لي في وقتي والله في صحتي وفي اولادي، تمام يا شطار؟ ما تنسوناش والله من دعوه بظهر الغيب، وانا بدعي لكم بالنجاح وبالتوفيق ان شاء الله. يلا بينا حبايب قلبي، يلا شطار، اني احبكم في الله جميعا والله. يلا حبايبي، يبقى لو لقينا فعل والفعل بعديه ضمير زي النا زي هم والكلام ده، نحول الضمير ده لضمير مفعول ازاي؟ اديني مثال، اقرا كده. يقول لي ان تعلم اللغات، احنا قلنا ان او ان في البدايه لا تترجم، تعلم اللغات الاجنبيه يمكن، يمكن فعل وبعدين نا ضمير، صح كده؟ من قراءة الصحف العالمية. نترجمها ازاي؟ ركز كده، نبدأ يلا بينا. تعلم اللغات الأجنبية نقول ايه؟ learning foreign languages، تعلم اللغات الأجنبية foreign languages، ها تمام حلو قوي قوي. و learning دي قاعدة المضاف والمضاف ايه اليه، تعلم نكرة واللغات الأجنبية معرفة، فعملنا ايه يا شطار؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا learning foreign languages، وده verb i
ان جي، فتنزل بيه فيرب اي ان جي. ممكن تقول ايه؟ ها، فورين لانجويجز ليرنينج؟ لا، ليرنينج فورين لانجويجز، لان ده فعل اي ان جي، فتمشيش عليه قاعده بقى المضاف والمضاف اليه، لان المضاف والمضاف اليه اسم نكره واسم معرفه، لكن ده فعل، فتبدا فيه بيه عادي خالص، تبدا جملتك بفيرب اي ان جي. وممكن تخليها تو ليرن، ممكن الجمله في ليرنينج زي تبدا بفيرب اي ان جي، وممكن تبدا بتو المصدر، مفيش مشكله، يبقى ليرنينج او تو ليرن. طيب ليرنينج فورين لانجويج مش موضوعنا دلوقتي. يمكننا بقى، دي اللي موضوعنا في القاعده ديت، يمكن انيبل، وحطينا الاس لان تعلم مفرد لازم يكون في توافق بين الفعل والفاعل، طبعا للمضارع البسيط اذا كان الفاعل مفرد الفعل اخره اس، واذا كان الفاعل جمع بناخد فعل بدون اي اضافات. يبقى ما لقيش واحد بقى يكتب لي ليرنينج فورين لانجويجز انيبل اس، غلط، نقص نص درجه. ليه؟ عشان الاس بتاعت المفرد لازم تكون موجوده. او العكس، عندك فاعل جمع وحطيت له اس في الفعل اللي بعديه، غلط، مش صح، لازم الجرامر يكون صح كمان. طيب يمكننا، يمكن لا انيبل، نا راحت فين؟ اس، برافو عليك، يمكننا، يبقى نا تترجم لاس. طب يمكنه، يبقى enables him. طب يمكنها، واحدة بس، enables her. طب يمكنك، enables you. طب يمكنهم، enables them. فهمتوا حبيبي؟ بأي فعل مضاف له ضمير بنحول الضمير على طول ضمير مفعول. طيب to read، وطبعا احنا عارفين التركيبة دي، enable مفعول to والفعل فين في المصدر بمعنى يمكن من، to read the international newspapers، في قراءة الصحف العالمية. طيب خلصنا من القاعدة دي، يلا بينا نروح للقلب اللي بعد كده، خاص بالضمائر برضو، والناس بتغلب في ترجمة الضمائر. ده بنخلص على الحتة دي. الضمير المضاف الى اسم يترجم الى صفة ملكية. الله الله، احنا قلنا الضمير المضاف لفعل يترجم لضمير مفعول، صح كده؟ واحفظها، بيمكننا، يساعدهم، يمكنهم، والجملة قدامك اهيت، لازم القاعدة تحفظ ايه عليها، مثال او جملة، تمام، وتطبق عليها عشان تثبت. طيب يقولك ايه؟ الضمير المضاف الى اسم يترجم الى صفة ملكية. ازاي؟ صلى الله عليه يشفع فيك، قوله صلى الله عليه وسلم. بصوا كده المثال ده، يزور مصر كثير من السياح كل عام لمشاهدة اثارها. اثار اسم والهاء ضمير، يبقى اسم مضاف له ضمير، هنحول الضمير ده لايه؟ لصفة ملكية، صفات الملكية. صفات الملكية من اي ماي، من هي هيز، من شي هير، من وي اور، من ات لغير العاقل اتس، من يو يور، من زي زير، صح ولا ايه؟ تمام، اوعى تنسى صفات الملكيه، حلوه قوي قوي. يبقى هنترجمها ازاي اثارها ديت؟ طبعا ترتيب الجمله كما اعتدنا وتنسوا، ايه طبعا واحد ولا مستر فيك هنا كلمه ايه؟ كل عام، كل عام اللي هو يا حبيبي ظرف الزمن، اما احطه في اول الجمله في اخر الجمله، احنا حطيناه في اول الجمله كل عام، وممكن تحطها في الاخر مفيش مشكله. يبقى every year a lot of tourists، الكثير من السياح، ده الفاعل، ها تمام، visit Egypt، بيزوروا مين؟ بيزوروا مصر. to enjoy، لكي يستمتعوا، ب its ancient monuments، حلوة قوي 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 قوي، اثرها، صح ولا يا جماعة؟ اثرها القديمة، نترجم الهاء ل its، لان الاثار غير ايه؟ غير عاقل، او its بتعود على مصر، ومصر غير عاقل، الدول غير ايه؟ غير عاقل. يبقى its بتعود على مصر، ونحط بعدها مين؟ الاسم بتاعنا، يبقى its ancient monuments. يبقى اما يكون عندي اسم وبعديه ضمير، نترجم الضمير لصفة ملكية، بصفة ملكية. لكن لو عندي فعل وبعديه ضمير زي يمكننا، نترجم لفعل وضمير مفعول، وضمير مفعول، سهل الكلام، سهل الكلام. يلا نكمل مع بعض، يبقى الجملة تاني اهو، every year a lot of tourists visit Egypt to enjoy its ancient monuments. طب لو عاقل مفرد من هين نقول his، طب لو عاقل مؤنث هير، طب بنخاطب الناس يور، تمام يا شطار؟ عايز اقول واحد ايه؟ اثاركم القديمه، اثاركم القديمه، يور انشنت مونيومنتس، وصلت؟ تمام التمام. طيب ولاحظ ان انشنت قبل مونيومنتس، الصفه قبل الموصوف، ها مش العكس. طيب يلا بينا، القاعده او القلب قبل الاخير اللي بهديه لكم النهارده حبايبي، يا رب تقبلوا الهديه مني. كلمة علينا أو لابد، علينا أو لابد تترجم إلى ها we should والفعل في المصدر، أو we must والفعل في المصدر. يبقى علينا أو لابد، ها علينا أو لابد تترجم لف we should أو we must والفعل في المصدر. اديني مثال، اديني مثال. علينا أن نوفر الطاقة، نقولها إزاي؟ علينا we should، لابد we must، حط بعد كده الفعل يوفر اللي هو مين؟ سيف، حلو قوي، انرجي الطاقه، حلو قوي قوي. يبقى علينا لابد تترجم الى we should او we must.
اخيرا من تلخيص قواعد الترجمه اللي انا جمعته لكم في صفحه واحده اهي موجوده قدام حضراتكم، لان ان شاء الله بعد كده هشرحهم باستفاضه باذن الله تعالى، وفي قواعد تانية كتير بقى للناس اللي عايزه تبقى بقى مترجمين، لكن دول يخلوك تمام في الترجمه وكتابه الليسي وكتابه جمله صح. الظرف او الحال كلنا عارفينه اللي هو الادفيرب. الله ينور عليكم يا شطار. بنترجمه ازاي؟ يصف الفعل وياتي بعده، يبقى اي حال بيصف فعل ويجي بعديه. ازاي يا شطار؟ اديني مثال. هو يتصرف بإهمال، هو يتصرف بإهمال، هو يذاكر بجد، هي تمام تعمل، هي تعمل باجتهاد. تمام، حلو قوي قوي. ده اسمه حال، نحطه بعد الفعل، نحطه بعد الفعل، لكن الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. ايه الفرق بين الحال والصفة؟ الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، اما الحال يصف الفعل ويأتي بعده. معايا يا حبايبي؟ الله ينور عليكم، صلوا على سيدكم النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، حلو قوي. يبقى هنترجمها ونقول ايه؟ اما نقول هو يتصرف او يسلك باهمال، يبقى الفاعل هي، حلو قوي قوي، يتصرف او يسلك الى كلمه behaves، وكلمه باهمال carelessly حال اخره ايه؟ اخره الواي. وصلت؟ يبقى عند ترجمه الحال نحطه بعد الفعل، ومعروف ان الاحوال معظمها اخرها الواي ما عدا الشواذ. الى هنا يكون انتهيت من المحاضره اللي وعدتكم بيها، المحاضره الاولى اللي جمعت فيها اهم قواعد الترجمه اللي تخليك تترجم بامتياز وتخليك تكتب جمله مرتبه بشكل صحيح في اللغه الانجليزيه، فبالتالي تقدر تكتب اي سي اي مقال زي الفل كمان. ولكن لنا قاعده مع الاي سي، ولنا قاعده ان شاء الله مع الباسج، وكمان هنزل باذن الله تعالى بقى للي عايز بقى يبقى مترجم باذن الله، هنزل فن الترجمه بقى كده بطريقه هتشوفوا حضراتكم، خلوها مفاجاه. تمام يا شطار؟ تمام. طب يا مستر ايه بقى الخطوه اللي بعد دي؟ خطوات اساسيه خدناها ان شاء الله تساعدنا في الكتابه ومهمه جدا. نعمل ايه؟ يا مستر محمود. تمام يا شطار، اقول لحضرتك لازم تحفظ كم كبير بقى من كلمات الترجمه وتعبيرات الترجمه، صح ولا يا شطار؟ وهنبدا من دلوقتي اهوت بشويه كلمات كده خفاف هنقراهم مع بعض، ودول حفظ عليك يا باشا. هديك كده كل فتره جرعه كلمات غير الكلمات اللي بناخدها في جيم، غير الكلمات اللي عندك مذكره ترجمه مرميه، اطلعها واحفظ، وانا هديك اهو، بس احفظ معايا بقى. اللي مش هيحفظ ملهاش لازمه، اللي مش هيحفظ ملهاش لازمه، نضيع وقتنا. يلا بينا. ريبيت افتر مي، دول حفظ يا شباب. ريبيت افتر، يقولوا معايا: ديفلوبمنت، ديفلوبمنت، ريجكت، الليجال اميجريشن، الليجال اميجريشن، سلوجان، سلوجان، شورتج، لاك، كونتريبيوت، ويجي بعدها تو اسم او فيرب اي ان جي يساهم، هارد كارنسي او كرنسي، نطقين صح، هارد كارنسي، بريس. انا دلوقتي بستارت معاكم اهم الكلمات اللي بتيجي في الامتحانات واللي يخلو منها امتحان، سواء ترجمه او قطعه. تمام، بريس الصحافه. تمام يا شطار، او فعل بمعنى يضغط. ايكونوميك كرايسيس، مورال فاليوز، مورال فاليوز، ناشونال يونيتي، جاينت بروجكتس يعني مشروعات عملاقه، ويلفير الرفاهيه، بوليسي السياسه، مينستر وزير، كوب ويز تمام او كيب بيس ويز، واخدينها برضو بمعنى يواكب، كوب ويز يواكب، ادفانسد متقدمه. تمام، وقلنا الليجال اميجريشن اللي هي الهجره الغير الشرعيه، شورتج نقص بتساوي كلمه لاك، فاست شاسع او واسع جدا، ديفوت يكرس او يخصص، باي اول مينز بكل السبل، دايجنوز يشخص مرض او يشخص ازمه او مشكله. تمام التمام، قلنا مورال فاليوز يعني القيم الاخلاقيه، ناشونال يونيتي الوحده الوطنيه، جاينت بروجكتس مشروعات عملاقه، جايد يرشد او يوجه، بي اوير اوف على علم بي، قولوا معايا بي اوير اوف، مينستري، ماس ميديا، هارد شيب، هارد شيب الصعاب، ممكن احط لها اس تبقى هارد شيبس بتساوي كلمه ديفيكالتيز، جوين هاندس اتحدى حد كان عارف تكاتف يعني ايه، تكاتف يعني اتحاد تمام وتعاون، جوين هاندس، كلايماتيك تشينج التغير الدائري المناخي مش الداخلي يا حبايبي، التغير المناخي تمام، بيلونجينج الاعتماد تمام، بيلونجينج او الانتماء تمام، هوم بيلونجينج يعني الانتماء للوطن، جروث ساكريفايس، ساكريفايس بمعنى يضحي به او تضحيه، سيت اب، ايكونوميك بروجرس، دراجز مواد مخدره او مخدرات، كان عنده ولد دايما في الدرس الاقي سهين كنت مسميه عمر دراجز، انت عارفين الولد ده بقى ايه دلوقتي؟ بقى ظابط مهندس في القوات المسلحه، والله الذي لا غيره، الحمد لله، والناس دي بتدعي لي لحد دلوقتي عقبال ما كلكم تدعوا لي باذن الله.
اللي بعده اسبكس فيلدس مجالات او نواحي. اسبكس بتساوي فيلدس، الاثنين بمعنى مجالات او نواحي. جلوبالايزيشن اللي هي العولمه، جلوبالايز قول معايا جلوبالايزيشن، جلوبالايزيشن العولمه من كلمه جلوب يعني الكره الارضيه. استابيليتي استقرار، قول معايا استابيليتي، استابيليتي يعني الاستقرار. استابل بقى لو شلنا الاي ال اي تي واي وبعد البي حطينا ال اي تبقى ستابل او ستيبل، بيقول على ستيبل بمعنى مستقر، ستيبل مستقر، استابيليتي استقرار. بينيفيتس بينيفيتس تريد تريد، ها تمام. قلنا ماس ميديا ليه وسائل اعلام، جاب جاب. باردن باردن undoubtedly undoubtedly. تراست تراست heritage. يلا ابدا احفظ معايا، احنا خدنا القواعد، تذكري زي اسمك، تحفظ كلمات تترجم، خلصت خلصت كده. يلا بينا، يبقى خلصت على سؤالين مهمين جدا، ها سؤال الايسي المقال وسؤال الترجمه، لان هيعرف يترجم كويس هيعرف يكتب ايسي كويس جدا، صح يا شباب؟ تمام، يجيب افكار وترجمها. ها هيريتج بروديوسر بروديوسر، طبعا اخذنا ايكونوميك بروجرس بمعنى التقدم الاقتصادي. ريكليميشن 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 يعني استصلاح. ريديوس ريديوس يخفض او يقلل. ديفلوبينج كانتريز developing countries الدول النامية زي مصر والدول الافريقية كده. attitude attitude سلوك او اتجاه، سلوك او اتجاه. تمام، في كلمة تانية اسمها altitude، التي الاولى ال دي معناها ارتفاع او مرتفعات، انا عايز هنا مين attitude. responsibility مسؤولية، الناس بتقرأ معايا وشغالة، ربنا يكرمكم ووفقكم جميعا. organize host ينظم او تستضيف. recycle اعادة تصنيع او اعادة استخدام، الزبالة بيعملوها ريسايكلينج اعادة تدوير او استخدام، صناعة بيستخدموها تاني. فاكتورز عوامل، مينز وسيلة او وسائل، بس لو جبنا وسيلة نحط قبلها ايه فتبقى مينز. لا تمام. ديتيريوريشن 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 يعني تدهور. هارمفول، ها تمام، ضار مش حذر يا جماعة، ده خطأ مطبعي. هارمفول بمعنى ضار ويجي بعدها تو. برينجست، ها تمام، تجلب مش تجنب، ها خطأ مطبعي، برينجس يعني تجلب او تحضر. اجنور يتجاهل. ديل ويز تريت، ها الثلاثه او الفعلين دول ديل ويز وتريت يتعامل مع، وتريت كمان بمعنى يعالج. ديل ويز تريت يتعامل مع، وتريت كمان بمعنى يعالج، بتساوي كلمه كيور. ناشونال اويرنس كلمه مهمه قوي، الوعي القومي. ناشونال اويرنس. جينيريشن جيل او توليد كهرباء. جينيريشن ان امبلويمنت البطاله، لو شلنا اليو ان تبقى امبلويمنت يعني التوظيف، هتحفظوا دول، ده دي دفعه اولى كده بنقول عليها مسحه زور، لسه حاجه بسيطه كده شطار بجري ريقكم بس. الجامدين يقولوا احنا جامدين يا مستر، مستعدين لحضرتك تدينا كم كبير من الكلمات. يلا هشوف الكلام ده في التعليقات وتقولوا رايكم في الفيديو بكل صراحه. يلا حبايبي يقول لي developing countries دي معناها الدول ايه النامية، ها aim to او aim at يهدف الى، بس aim to يجي بعدها مصدر، لكن aim at تتبع باسم او verb ing، و aim لوحدها يعني هدف بتساوي goal او target. pioneer يعني رائد، رائد يعني رائد، يعني من اوائل الناس اللي عملوا الحاجة. تمام، قولوا معايا يا شباب. ها effective بمعنى فعال. eliminate يقضي على او يزيل، ولك يجب ان نقضي على الامية. we must او we should eliminate illiteracy، هناخد illiteracy بعدين في كلمات ترجمة. nations deepen، قولوا معايا deepen يعمق. understanding الفهم، يعمق الفهم يبقى deepen understanding. ها glories المجد او الامجاد. glories glories glory اخرها واي مجد، طب glories الامجاد اهي الاميه اهي. illiteracy illiteracy امال ignorance الجهل. illiteracy modify modify يعدل، واخدينها الترم ده والاسم منها modification تعديل. قول معايا recycle يعيد استخدام. increase يزيد او زياده، ولو يجي بعدها حرف جر ان. do without يستغني عن. reform اصلاح. effective دي اعتقد مكرره، effective بمعنى فعال. احفظوا لي الكلمات ديت، واللي حفظها اقول انا حفظت، انا عايز غيرها مستر في التعليقات. الى هنا يكون انتهيت من محاضره مهمه جدا 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 لحد بكره الصبح للناس اللي عايزه تتقن الترجمه، قواعد الاساسيه للكتابه في لونج زيرو للترجمه من عربي لانجليزي او العكس. تمام، ما تنساش يا حبيبي تدعم القناه بلايك وتعليق وفعل زر الجرس عشان يصلك كل المراجعات وكل ها تمام الدروس اولا باول، وشير في الخير على قد ما تقدر، شير في الخير، ما
ما تنسوش الدعم يا جماعة، ادعمنا بالاشتراك وبالإعجاب بالتعليق، وما تنسوش تشيروا على أوسع نطاق عشان غيرك يستفيد. إلى أن ألقاكم إن شاء الله الفيديو القادم قريبا جدا، إن شاء الله هنشرح فيه بإذن الرحمن الوحدة الـ14 بإذن الله تعالى. ألقاكم على كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.